عظيمه حكم من بوروندي هو من سيدير هذه المباراه، حكم واسمه صعب قوي، فانا هقول هكتفي بالاسم الاول باسيفيك بس. باسيفيك هو اللي هيدير هذه المباراه لاول مره، اعتقد ان هو بيدير بالفعل، هو لاول مره يدير مباراه للنادي الاهلي، وكمان اي مباراه نهائيه في اي بطوله قاريه، وبالتالي هل ده سيؤثر ايجابا ام سلبا على الفريقين؟ لا، انا شايف ان هو يعني الحكم دايما، انا دايما يعني كمدرب ما بشيلش هم الحكام قوي، يعني دايما بركز تركيزي كله. ازاي يا كابتن؟ ده بيبقى ليهم دور كبير جدا، دور كبير، بس انا اول حاجه مش عايز اشغل فرقتي بالحكام. تمام. انا اركز يعني بيدي لا بيدي عمرو زي ما بيقولوا، يعني انا عايز اركز في شغلي، انا اللي بدير، انا اللي بشتغل، انا اللي بكسب. الحكام لو في، ما اعتقدش ان في حكم هيلعب نهائي دلوقتي، ممكن يكون متوتر بعض الشيء، انما لو في اي اخطاء هتبقى غالبا بنسبه 99% غير مقصوده، لان هو دلوقتي عايز يثبت وجوده. دلوقتي في كمان يعني في كنترول عليه من ناس كتير جدا، اذا كان في الاتحاد الافريقي او الاتحاد الدولي، خصوصا ان ده نهائي. فانا يعني بتمنى له التوفيق، ومش عايزين نشغل بالنا بيهم قوي يعني حاجات.